وطبعا الحاج محمود هيكون معانا. هو الحقيقه مش سبب واحد، هي عده اسباب. لان عشان تعمل دوري كويس له عناصر كتير قوي. اهم حاجه انا في رايي الملاعب، ملاعب كره القدم اساسا. لو انت عايز تعمل مستوى كويس في كره القدم لازم يبقى في ملاعب كويسه. احنا زمان كان كل فرقه من الفرق ايام ما كنت انا بلعب اي نادي كان له الاستاد بتاعه الخاص اللي بنروح نلعب عليه. دلوقتي في فرق كثيره في الدوري بتروح تلعب على استادات تانية، يعني في اكتر، يعني استاد المقاولين تلاقي مثلا بيلعب عليه المقاولين، بيلعب عليه فرقه تانية، وبيلعب عليه فرقه ثالثه، اربع خمس فرق. كذلك مش عارف المصري بيروح يلعب في حته تانية. انديه كثيره من الموجودين وخصوصا الشركات كمان اللي طلعت في الخمس سنين الاخرانيه برضو الملاعب قليلة. إذا الملاعب دي مهمة جدا جدا. تاني حاجة طبعا الحضور الجماهيري. الحضور الجماهيري هو أساس كرة القدم، هو الجمهور، عنصر مهم جدا جدا اللي بيحمس اللعيبة وحفز اللعيبة إنها تأدي وترتقي بمستواها. أنا بتكلم في عجالة طبعا لأن كل حاجة من دي لها. لا طبعا إحنا بنتكلم في الأول في كل حاجة وبعدين ناخد. بنتكلم دلوقتي مثلا على التحكيم من ضمن العناصر المهمة اللي ترتقي برضو بالمستويات بتاعت كرة القدم، لا عشان ما حصلش اعتراضات كتيرة وما حصلش إيقافات وما حصلش وما حصلش. التحكيم مرتبط بالفار، الفار مرتبط بالتصوير التلفزيوني، لازم يبقى فيه تصوير تلفزيوني كويس عشان يقدر الفار ياخد قراراته سريعة، ما تبقاش اللي احنا بنشوفه في التلفزيون هو الفار اللي بيشوفه، لازم يبقى فيه يعني تصوير احسن من كده. كذلك القوانين واللوائح اللي موجودة لازم تتطبق وتتطبق على الكل، وما يبقاش فيه ده لا طب نستنى ما نبعت لجنة الانضباط، لا كذا، في قوانين وفي لوائح تتطبق على الكل. كذلك لو هرجع لموضوع الاستادات، تفعيل موضوع الكاميرات عشان ما يجيش مثلا اثنين ثلاثة يعملوا مشكلة يتعاقب عليها الجمهور كله. قانون. يعني في الكاميرات موجودة تجيب العناصر دي وتبعدها وياخدوا العقوبة، ما يجيش مثلا اثنين ثلاثة يروح اللي ما فيش جمهور، بدون جمهور المباراة اللي جاية للنادي الفلاني. القصة دي كلها كذلك لازم يبقى في بقى تنسيق أساسا من الناس اللي بتعمل القرعة والجداول. في اكتر من نادي مشترك في اكتر من بطوله، لازم يبقى في تنسيق معاهم، مع المديرين الفنيين بتوع الانديه اللي مشتركه في البطولات دي، لازم يبقى في تنسيق عشان برضو احنا عندنا مشكله. طبعا الدوري المصري بتلعب في مصر في قاره افريقيا، طبيعه قاره افريقيا والبعد المسافات بالنسبه للانديه اللي بتشترك في البطولات الافريقيه، ده ممكن ياثر برضو على انتظام الجدول، لان الفرق اللي بتروح تلعب مثلا في جنوب افريقيا دي محتاجه فتره كبيره، فبالتالي هيبقى صعب. لازم يحط سيستم كامل للموضوع ده لان هي مش عنصر واحد يعني.